وفدي كسودة دولة فدرالك الصومالية يا دولة كدقمدة بلد حاو كسود ويجي وزيركي أمنية تشبلان عبد الرشيد شنن ويسكسود يبي دولة الصومالية كدب وضع هذا الدحمري وزيركي هراء أمنية تشبلان عبد الرشيد شنن وكهلي قابط هاي الشيء سبب تويسكسود يبي وحنا ويجي. وكان الغاتي أصليا عقوق سلسلة هاي إن شعب كيل الصوماليات أو صدح الرماد يسكون درمتي ولا هلا جل يوم ينجره أو يكون تهاي إن أبار حنون يحضر هنا قلنا حنون أو حددليا أقول بعد إنه وقت استو خرالة أو أن قادم كرينا أقول إنه وقت استو أو أن كفر حسنا أسكون جل أسكون قادم إنه كفر حسنا إنه تشعب كيو كفر حسنا هذا سليمان كفر حسنا وهذا يكون مغر بإذن الله تعالى وحروينا إذن حق يديو ما مغلي دولتان ولا عارف دولتان ولا بيع دولتان إن شاء الله حلادي دوبل كان بين السجن شيء أو تحي شيء دورك في الدرال كأح ودور دولت كبير بلان فايل كاس واسوي حني وانا دماغ وعم أقول لك أنا جدا أمد الصومالي ده وهو اللي نظر على أمد دوبل كبير كنا أمد اللي سألته أح الصومالي ده كبير سن ودبنا قرنه يبون بركدري هذا علي إن دولت شرعية حتى من أردن أو تلاوة قادة أو أباهن إن لو أنا جيد إن هرمون كذا لقى شقيه ومد سومالين أنت بدل إن بدل أو مدح ذلك أو شريك سعودي أنا كيسين إن إذا عضي إن قفنا قف مسؤول تنازلين وعنكو أنا سلمت لك أنا شخصيا غير كأن ليك ومد سومالين أو سياسة أو وعي بدلاً أو غيرها إنك تقال madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Madobe ayaa xilka ka qaaday wasiirkii amniga maamulkaasi Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Cabdirashiid Chanan kadib markii ay soo baxday inuu la heshiiyay dawladda federaalka Soomaaliya wasiir Chanan ayaa dawladda Soomaaliya dagaal kula jiray tan iyo markii uu ka baxsaday xabsiga magaalada Muqdisho halkaasii oo ku xidhnaa waxaanu kamid ahaa siyaasiyiinta ugu caansan maamulka Jubaland kuwaasi oo si weyn warbaahinta looga yaqaan inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn barta ku dambeyn doono ayaa warar soo baxay waxay sheegayaan in la filayo in magaalada Muqdisho la geeyo lama oga waxa ay ku heshiiyeen dawladda federaalka Soomaaliya iyo wasiirkii hore wasiir Chanan iyadoo sidoo kale aanay jirin haba yaraatee wax laga soo qaaday maxkamada intii ku socotay iyo dambiyadii hore loogu eedeeyay Axmed Maxamuud Yusuf Television Kasab hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 tayo waa telesom